ولنقاش ملف مكافحة السرطان في اليوم العالمي له وأسباب تفشي المرض بشكل كبير والجهود المبذولة لمكافحته من قبل الحكومة في العراق. ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المختص في طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. أهلا بكم دكتور. يا مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور، في اليوم العالمي للسرطان والذي يركز على نشر التوعية بالمرض، كيف يمكن تقييم الجهود البحثية والطبية عالميا لمواجهة السرطان بمختلف أنواعه؟ شكرا جزيلا، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين الكرام. البحوث ما زالت جارية ومستمرة على مديات واسعة جدا من أجل السيطرة على الأمراض السرطانية وأنواع هذه الأمراض، لأنها من الأسباب الكثيرة التي أدت إلى حدوث الوفيات في كثير من أنحاء العالم. منظمة الصحة العالمية قامت بمجموعة كبيرة من البحوث، ولكن هذه البحوث تواجه بسياسات الدول التي تجي في هذه البحوث، وبالتالي قلة ما يسمى بال عملية الدعم اللوجستي لهذه البحوث أدى إلى أن تتلكأ الكثير من البحوث في سبيل السيطرة على الأمراض السرطانية. نعم، ما مدى أهمية الكشف المبكر عن مرض السرطان للتعافي منه؟ وما مدى نجاعة الفحوصات الذاتية أولاً والجينية لاحقاً؟ هذه واحدة من الأمور اللي حقيقة نوصي بها الكثير من الناس، أنه يجب أن يعملوا الفحوصات الدورية كل 6 أشهر، لأنه الجسم متغير، ما يوجد في داخل الجسم يتغير بمرور الوقت، طبعا للتعرف الظروف الخارجية، طبعا احنا نسميه لايف ستايل، الحياة العامة. فننصح كل الناس بالقيام بالكثير من الفحوصات لغرض السيطرة إذا كان يحصل هنالك أي نوع من أنواع السرطانات. المشكلة في العالم العربي وحتى في بلدنا في العراق، المشكلة أنه السرطانات يتم تشخيصها بعد أن تصل إلى المراحل النهائية، وبالتالي راح تكون عملية العلاج لهذه السرطانات راح تكون عملية جدا صعبة، لأن راح يكون واصل إلى مراحل متقدمة. وبالتالي احنا ننصح، يعني هو أصلا حتى مجموعة من السرطانات أو أغلب السرطانات تتبع ما يسمى بالوراثة، يعني إذا كان هنالك أحد المرضى مثلا عند أحد من أفراد العائلة أصيب بمرض السرطان، هذا يجب أن يشيك الحالة الصحية وفحوصاتها المستمرة الدورية باستمرار، من أجل إذا بإمكانه إذا قدر أن يكتشف السرطان من وقت راح يكون قادر على عملية استئصال السرطان أو السيطرة عليه. وفقا لتقديرات وزارة الصحة في العراق، فإن أكثر من 25,000 إصابة بالسرطان تسجل سنويا، كيف تفسر هذه الأعداد المتزايدة كل عام؟ هذه أعداد حقيقة مهولة، يعني حقيقة هذه أعداد جدا كثيرة وكبيرة، وهذا تعتبر أرقام جدا عالية بسبب ما يسمى، يعني بسبب قلة الدعم الصحي الذي يتلقاه المواطن العراقي. المشكلة هي البنى التحتية الموجودة في العراق لا تسمح لإنشاء قاعدة بحثية متكاملة للسيطرة على الأمراض السرطانية. يمتلك العراق الكثير من الكوادر الطبية الرائعة، هنالك الكثير من الدعم الطبي الجيد، لكن من قبل الأطباء ومن قبل الكوادر الصحية، لكن هذا الدعم الطبي يصطدم بحجرة كبيرة جدا من الصراعات اللامتناهية بين القوى السياسية
والتي أدت إلى التأثير على الكثير من الحالات وزيادتها، بالإضافة إلى قلة الوعي. يعني هي مو مسؤولية فقط الكادر الطبي، هي مسؤولية الحكومة، مسؤولية الناس، مسؤولية يعني رجال الدين في التوعية والإصلاح والإرشاد. فإذا هي حلقة متكاملة، لكن هذه الحلقة إذا وقفت في إحدى مراحلها راح تأثر على المراحل الأخرى. دكتور، في معدلات انتشار السرطان في العراق تركز في الأنبار وصلاح الدين، البصرة أيضا، هل يمكن أن يكون لتاريخ هذه المدن بعد فترات من النزاع والحروب أن يكون للأسلحة المستخدمة دور في انتشار هذه الأنواع من السرطانات لدى السكان؟ بالفعل هي ما حصل مؤخرا، يعني كثير مثلا البصرة شهريا سنويا تفقد الكثير من أبنائها، والمحافظات الغربية أيضا تفقد الكثير من أبنائها بسبب السرطانات. المشكلة أنه استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، الإشعاع اليورانيوم المنظم الذي استخدم سوف يترك أثرا كبيرا على المنطقة، على العراق، مو أقل من 50 سنة قادمة. وهذا ما يحصل. طيب هو اللي راح يصير، هو الإنسان هو أصلا عنده القدرة أو القابلية على أنه يصير عنده إحنا نقول عليه سرطان. صار عندنا ضيف هنالك ظرف آخر، واللي هو إحنا نسميه الإشعاعات والتلوث البيئي اللي حصل، حصول التهابات كثيرة، بعض الالتهابات الفيروسية أيضا تؤدي إلى حصول هذه السرطانات، النظام الغذائي غير المتوازن، هذه كلها عوامل ساعدت على حصول السرطان. لكن التلوث البيئي اللي حصل بعد الحرب، أنا ما أذكر فقط 2003، أنا أذكر 1990 وأيضا بال 98 عندما قصف العراق، هذه كلها استخدمت أسلحة محرمة دوليا، وهذه الأسلحة أدت إلى آثار ستبقى على مدى مو أقل من 50 سنة بالعراق. شكرا جزيلا لكم دكتور عرفان يونس الشمري، المختص في طب الطوارئ، حدثنا عبر سكايب من لندن.